رئيس الحكومة يقول في حوار صحفي أنه متمسك بالخروج من الحكومة عبر قبة البرلمان، وثلاثون من جويليا جلسة عامة. تكلفة الحج لهذه السنة تقدر ب9000 دينار، ووزير الشؤون الدينية يؤكد أن الوزارة سعت لتخفيضه إلى هذا السعر بعد إلغاء عدة رسوم أخرى. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرين انتحاريين بأفغانستان إلى 80 قتيلاً وما يزيد عن 230 جريحاً، وروسيا والولايات المتحدة تعرضان المساعدة. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، ونبدأه سياسيا. 30 من شهر جويليا سيكون موعد جلسة عامة محورها، وفق مراسلة تقدمت بها رئاسة الحكومة، طلب تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد. جلسة تأتي بعد تعدد السيناريوهات المحتملة، ليشهد هذا الأسبوع لقاءات إعلامية لحبيب الصيد أبدى خلالها مواقفه وآراءه بخصوص هذه المرحلة. أسبوع حافل بالأحداث على مستوى رئاسة الحكومة ومكتب مجلس نواب الشعب. وفق المحللين، فالمعطيات تغيرت بمجرد إعلان رئيس الحكومة لحبيب الصيد أن الذهاب إلى مجلس نواب الشعب والحديث إلى النواب لن يكون موضوعه ما حدده مكتبهم. فالصيد لن يتحدث في الوضع العام في البلاد كما أراد له مكتب المجلس، بل اتخذ منحا جديدا استنادا إلى الدستور، وفق مراسلة بعث بها خلال هذا الأسبوع، وهو طلب تجديد الثقة في حكومته. فهو وفق تعبيره في لقاء تلفزي يرفض الاستقالة التي لم يلتجأ إليها طيلة مسيرته المهنية في مختلف المناصب التي تولاها، وسيأتي في 30 من جويليا محملا بملفاته وإنجازات حكومته ليستعرضها أمام نواب الشعب خلال جلسة عامة حدد تاريخها مكتب المجلس. لحبيب الصيد وخلال لقاء له مع جريدة الصحافة اليوم أكد أنه لم يشأ أن ينحرف بالمسار الديمقراطي والدستوري الذي تعيشه البلاد، وقرر أن الخروج من رئاسة الحكومة يجب أن يتطابق مع الدستور، أي من ذات الباب الذي دخل منه، خاصة في ظل عدم تمسكه بالسلطة وإيمانه بعلوية الدستور ورفضه الابتزاز والرضوخ للتهديدات مهما كان مصدرها ونوعها، وفق ما جاء في الحوار. وبذلك قد يكون تاريخ 30 من هذا الشهر حاسما لبقية المرحلة، خاصة في ظل تمسك كبار الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بعدم تجديد ثقتها في حكومة الحبيب الصيد. قال القيادي في حركة مشروع تونس منذر الحاج علي إن الحركة لن تشارك في الحكومة القادمة إذا لاحظت أن هناك محاصصة حزبية في عملية تشكيلها، وبيّن أن المحاصصة ستؤدي إلى نتائج نفسها التي وصلت إليها تونس اليوم. وأضاف في تصريح إعلامي أن حكومة الحبيب الصيد قد استنفذت كل حظوظها. تصريح منذر الحاج علي جاء على هامش انطلاق أشغال اللجان المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي لحركة مشروع تونس اليوم بالحمامات، وتتولى اللجان النظر في 23 لائحة تم إعدادها خلال 3 أشهر. وبخصوص الهياكل التي سيتم انتخابها غدا الاثنين، أفاد عضو لجنة إعداد المؤتمر صحبي بن فرج أنها تتمثل في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، اللذين يشكلان هيكل القيادة العليا في الحزب، إلى جانب لجنة تنفيذية تضم بين 60 و70 عضوا. نظمت أمس حملة ومانيش مسامح مع عدد من الأحزاب المعارضة أمام مقر ولاية نابل، نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة المعروض أمام مجلس نواب الشعب. واعتبر المشاركون في هذه الوقفة أن هذا القانون متناقض مع مبادئ قانون العدالة الانتقالية. مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمصالحة الاقتصادية والمالية وتدعيم العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام لا يزال بين اشتداد رفض ومطالبة بتمريره. وفي هذا الإطار نظمت حركة مانيش مسامح بولاية نابل وقفة احتجاجية رفضا لهذا المشروع. حملة مانيش مسامح هي حملة مفتوحة على جميع الأطراف المشاركة في المجتمع المدني التي تهدف لإسقاط قانون المصالحة أو ما يسمى بقانون المصالحة، الذي هو في الحقيقة قانون لتبييض الفساد. هذا القانون
يخلق أزمة كبيرة على الأخر في البلاد لو كان تم المصادقة عليه. القانون هذايا يكرس الإفلات من العقاب. الوقفة الاحتجاجية لم تشمل فقط المحتجين، لتتواجد بعض الأحزاب المعارضة دعما لنداءات رفض القانون استنادا إلى كونه ضربا من ضروب تبييض الفساد، بينما ارتأها ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم ضرورة لا مفر منها لحل مشاكل البلاد وإن اختلفت الآليات. صدينا له عامنا وما زلنا نتصدوا له سنه. احنا ماناش ضد المصالح من حيث المبدا، ولكن نحبوا نتحاسبوا ونسائلوا الناس اللي خربوا البلاد وسرقوا البلاد ونهبوا البلاد. هذا المشروع راهو مشروع غير دستوري، مشروع يتنافى وقواعد العداله الانتقاليه اللي هي مبنيه على كشف الحقيقه، مبنيه على على المساءله، مبنيه على المصالحه. انت توها الناس هذه اللي قاعده تعمل في التحركات الاحتجاجيه في الشوارع وشنو مشيت يا خويا، كان عندك دوسي معين، كان عندك رجل اعمال معين، كان شفت انسان عنده فساد برا القضاء. ظروف البلاد تستوجب كونه نمشيه في المصالحه الوطنيه، ولكن باحترازات وبطريقتنا. وقد نفذ المحتجون ايضا مسيره لتعبئه الراي العام ضد هذا القانون، لتبقى الامور على حالها الى ان يحسم الامر نهائيا بمجلس نواب الشعب. غدا ذكرى 59 لميلاد الجمهورية التونسية. الجمهورية هدف طمحت إليه أجيال من التونسيين، الجمهورية حلم الشعب، حلم رواد قادة الحركة الوطنية وزعماء الإصلاح على مر السنين، حلم تحقق في لحظات فارقة في هذه البلاد بعد قرون من إعلان دستور قرطاج. يوم حاسم دون شك في حياة الشعب التونسي، يوم عاشه جيل الاستقلال صبيحة 25 من جويلية 57، وتسمر فيه الملايين حول الراديو يستمعون إلى أعضاء أول مجلس تأسيسي يتداولون في شأن تغيير النظام الملكي. يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية. طويت صفحة قرنين ونصف من العرش الملكي، وغادر الأمين باي قرطاج ليشغل مكانه زعيم الحبيب بورقيبة رئيسا مؤقتا، ريثما تتم كتابة الدستور للعصر الجمهوري الجديد. كانت أعوام الجمهورية الوليدة حبل بالتحديات وخصبة بالإنجازات. أسس الدولة بنيت في تلك السنوات المفعمة حماسا وعزما، وكانت معارك تحرير الأرض من آخر جحر الاستعمار التي خط فيها أبطال الجيش والحرس الوطنيين الحديثين آيات البطولة من الرمادة إلى حرب تحرير بنزرت المجيدة، ليتحدى زعيم بورقيبة رفقة شباب الاستقلال فيما سماه الجهاد الأكبر كل مظاهر الفقر والجهل والمرض. وكانت الحرب ضد التخلف الذي كان يتخبط فيه المجتمع، فشنت برامج شجاعة وصعبة لاستئصال الأمراض ولفائدة صحة الأم والطفل، وكانت الجمهورية سببا في تعميم التعليم ومحو الأمية. وما جاء عام 64 حتى قرر الزعيم لحبيب بورقيبة تأميم أراضي المعمرين وطردهم، فتحررت تونس نهائيا. الجمهورية كذلك كانت الداعمة لشعب تونس الخارجي بفضل شخصية زعيمها الذي وفر لها الدعم المادي والفني الذي كانت الفتية محتاجة له. ميلاد الجمهورية لم يكن تغيير أشخاص وتبديل مراكز نفوذ، بل كان ثورة على قرون جمود طال. فكانت الجمهورية ضخا لدماء جديدة حلم بها جيل من المكافحين والشهداء رحمهم الله. وتبقى مسألة الوفاء لقيم الجمهورية، وتلك مسألة أخرى فيها نظر. شدد البرلمانيون القدامى في قصر المؤتمرات بالعاصمة، شددوا على السير في مشروع المصالحة لبناء تونس وفق تعبيرهم. وفي احتفالهم بالذكرى 59 لإعلان الجمهورية، أكدوا على ضرورة مد جسور التواصل بين الجميع لترسيخ قيم الجمهورية التي تتطلب المحافظة عليها تضافر جهود الكل من مجتمع مدني وأحزاب وجمعيات.
هي والمصالحه يعني في اعتقادي يلزمنا نبنيو توا ما نمشيوش معناها نبنيو على الموجود ونحسنوا الموجود ونبنيو ما نجموش نبنيو وقت اللي نبداو فئه ضد كيف فئه وجماعه ضد جماعه وتكون عندنا افكار احنا بكلنا يلزمنا نبنيو تونس ونبنيو قيم الجمهوريه اللي هي مبنيه على المساواه والعداله والقيم كلها قيم الجمهوريه. وفي شأن آخر الآن، أثار أعلان وزارة الشؤون الدينية عن كلفة الحج لهذه السنة والمقدرة بقرابة 9000 دينار للحاج الواحد أثار عدة انتقادات. عدد كبير من التونسيين اعتبروا التكلفة مشطة، وخلال إشرافه على واحد من دروس الإرشاد والتوعية المرسمين بقائمات الحج التي انطلقت في جامع سيدي مطير في المهدية، قدم وزير الشؤون الدينية محمد خليل تفسيرا لهذه الكلفة. السوم تاعو كان في حدود 10000 دينار، ويشهد الله كم جاهدنا وجاهدت الوزارة باش نزل هالحد هذا، سعينا باش نقصنا 700 دينار نتاع العملة، 150 دينار لشنكة القمال 850، 30 دينار للتونيسير 880، هذوما ناقصين بالتسعيرة اللي توا خرجت. بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، انعقدت اليوم بقصر الضيافة بسيدي بوزيد ندوة علمية تحت عنوان معوقات التنمية المحلية والجهوية بتونس، بمشاركة ثلة من المفكرين والخبراء المختصين في التنمية والاقتصاد، وبحضور الهيئة المديرة لمؤسسة الشهيد محمد البراهمي وعدد من الإطارات السياسية والمدنية والنقابية بالجهة. التزاما بالقيم التي ناضل من أجلها الشهيد محمد البراهمي لتحقيق أهداف الثورة التونسية، ارتأت مؤسسة الشهيد البراهمي أن تستأثر مناسبة إحياء الذكرى الثالثة بطرح معوقات التنمية المحلية والجهوية بسيدي بوزيد على طاولة النقاش مع مختلف فعاليات المجتمع المدني. كان محمد مفجرا حقيقيا للثورة وطليعيا لأهدافها. الآن لازم تغيير فعلي وتغيير عميق في طريقة المقاربة وطريقة معناتها التصور وطريقة العمل على منوال تنمية جديد. هذاك علاش نحن متواجدين اليوم في سيدي بوزيد في داخل الجمهورية التونسية، لأنه أنا شخصيا معناتها أعتقد أنه منوال التنمية الجديد لازم يتبنى من الجهات. عدد من المشاركين اعتبروا أن غياب البنية الأساسية وانعدام الاستثمار واعتماد منوال تنموي مسقط من قبل الدولة لا يتماشى مع خصوصيات كل جهة من أبرز المعوقات التي عطلت التنمية خصوصا في الجهة الداخلية. ليس هناك يعني قطاع يعني صناعي حقيقي في هذه الجهة، كذلك غياب تام للاستثمار سواء كان الخاص أو العمومي. أرملة البراهمي وخلال حضورها فعاليات إحياء الذكرى الثالثة اعتبرت أن فرضية تدويل قضية الشهيد ممكنة في حال ما لم يتمكن القضاء التونسي من كشف الحقيقة كاملة. ما زلنا نثق في القضاء رغم العراقيل، ولكن إذا استماتوا في هذا سنذهب إلى آخر مدى في قضيتنا، ولا بد من أن نعري القتلة ولا بد أن تكشف الحقيقة. إحياء ذكرى اغتيال البراهمي مناسبة سنوية دأبت مؤسسة الشهيد على تنظيمها من أجل تكريم روحه ومن أجل مواصلة المشوار النضالي الذي سار على نهجه. مدينة صفاقس هذه الأيام فاحت عطورها وسطعت أنوارها، وهي التي تسلمت مساء أمس مشعل عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016 من مدينة قسطنطينة الجزائرية خلال حفل واكبه الآلاف في عدة مناطق من المدينة. هذه التظاهرات تعد تقليدا أرسته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. الإعلان عن انطلاق فعاليات تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 كان بهذا الموكب الرسمي، تظاهرة تمثل الحدث الأبرز على المستوى الوطني لما تحمله من دلالات. عاشت صفاقس وعلى بركة الله نفتتح تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016. تونس دائما بلد المحبة، بلد التواصل الثقافي، وإن شاء الله صفاقس تكون منارة للثقافة العربية وتنتصر تونس للثقافة العربية من خلال صفاقس ومن خلال نجاح تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016.
الشارع كانت العروض المبرمجة مختلفة، إسقاطات رباعية الأبعاد لتاريخ صفاقس في باب الديوان، عروض موسيقية في باب القصبة ومتحف القصبة، عرض فرجوي أمام قصر بلدية باب بحر. جو سهرية تهبل. حاجة جديدة على صفاقس؟ أي حاجة جديدة بالطبيعة، حاجة جديدة وثم برشا جو سمح. نشوف اللي ثم برشا حركية وثم العبيد الكل هبطت وتشجعت، حاجة باهية معناها. تنظيم مش عادي، حاجة ما عجبتنيش برشا، ناقصين برشا وياسر العبيد داخلين في بعضهم، ما فماش حتى نظام. ستتحول صفاقس طوال فترة هذه التظاهرة إلى فضاء ثقافي كبير تؤثر تفاصيله العروض الثقافية المختلفة في المدينة وفي المعتمديات، وانتظارات من الجميع على إشعاع هذه التظاهرة عربيا بعروض فنية من الوزن الثقيل. وعلى هامش هذا الحدث الثقافي، تم صباح اليوم بمقر بلدية صفاقس التوقيع على اتفاقية توأمة بين هيئة تنظيم تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 16 و2000 واللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية. وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتعزيز الروابط الثقافية بين المدينتين العريقتين بموروثهما الثقافي والحضري، وذلك بتنظيم فعاليات ثقافية لمزيد التعريف بالتراث والفنون والإنتاج الفكري التونسي فلسطيني والعمل على ترويجه. في موضوع آخر، توفي اليوم عون من الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح إثر انقلاب السيارة الإدارية التي كان يمتطيانها، وذلك بمنطقة سيدي رابح الحدودية بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف وفق ما أكده مصدر أمني بالجهة. وأفاد المصدر ذاته لمراسل وكالة تونس أفريقيا للأنباء بأنه تم نقل العون المصاب إلى المستشفى الجهوي بالكاف أين تلقى العلاج اللازم، ونفى المصدر أن تكون السيارة قد تعرضت إلى هجوم من إرهابي دون أن يوضح السبب الرئيسي وراء انقلابها. وفي أخبارنا العربية والدولية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد في حوار تلفزي أنه تأكد حضور 9 من قادة ورؤساء وملوك الدول العربية في اجتماعات القمة العربية، ومن المقرر أن تبدأ أشغالها غدا في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وأضاف أبو الغيد أن الاجتماعات سيحضرها عدد كبير من رؤساء الحكومات والبرلمانات وممثلي الدول العربية، ولا يمكن الحكم على نجاحها من عدمها بمستوى الحضور فقط. وبين الأمين العام لجامعة الدول العربية أن عددا من ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ستكون مطروحة للنقاش إضافة إلى الملفات السياسية. في آخر تطورات الملف الليبي، حيث تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية من السيطرة على مصنع للمتفجرات في مدينة سرت إثر معارك مع مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك في سياق عملية البنيان المرصوص التي تم إطلاقها منذ أكثر من شهرين بهدف استعادة المدينة. وأضافت في بيان نشرته اليوم أنها بسطت نفوذها كاملا على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابعة لهذا التنظيم الواقع جنوب شرق المدينة. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف متظاهرين سلميين من أقلية الهزارة الشيعية بالعاصمة كابول يوم أمس إلى 80 قتيلا. وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد مصابي الاعتداء ارتفع أيضا ليصل إلى 231 مصابا. هذا وأعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في وقت لاحق مسؤوليته عن التفجير. يبحثون وسط بقايا الأدباش والأمتعة، يبحثون عن شيء يمكنهم التعرف عليه وسط الأمتعة التي وضعتها السلطات فوق العلم الأفغاني في منطقة داشت بارتشي في كابول في يوم حداد عام تعيشه أفغانستان بعد يوم من التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في كابول خلال مظاهرة لأقلية الهزارة الشيعية الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 230 آخرين.
الهجوم الذي أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه، والذي استهدف تظاهرة انطلقت بكابول احتجاجا على تنفيذ مشروع مصاري خط نقل للكهرباء عبر ممر سلنجما، وصفته الأمم المتحدة بأنه جريمة حرب فيما توالت الإدانات لهذا العمل الإرهابي. وعرضت دول منها روسيا والولايات المتحدة المساعدة في وقت دعت فيه إيران، على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، دعت المسلمين السنة والشيعة إلى الاتحاد لدحر المتطرفين. يذكر أن هجوم كابول يعد أحد أعنف التفجيرات منذ سقوط حكم حركة طالبان عام 2001. وفي العراق قالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 21 شخصا قتلوا وأكثر من 35 آخرين جرحوا في هجوم انتحاري عند حاجز أمني شمال غربي البلاد. وأعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذا الهجوم الذي استهدف حي الكاظمية وتسكنه أغلبية شيعية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة أشخاص قتلوا عندما سقطت قذيفة موريتو على مطعم في الحي القديم الذي تسيطر عليه الحكومة بالعاصمة السورية، تصعيد يتزامن بعمليات عسكرية في كل من حلب وسوريا. عبرت الحكومة السورية عن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع المعارضة بغاية التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي أنهك البلاد على مدار أكثر من 5 سنوات. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن سوريا مستعدة لمواصلة الحوار السوري السوري دون شروط مسبقة ودون تدخل خارجي وفي ظل رعاية منظمة الأمم المتحدة. وتحدث مبعوث المنظمة إلى سوريا ستيفان دي ماسورا عن أمل في عقد جولة جديدة من هذا الحوار في جنيف خلال شهر أوت القادم. على الأرض تستمر الضربات الجوية من كل الأطراف المتداخلة في المشهد السوري. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية مساء أمس تسببت في توقف العمل داخل 4 مستشفيات بمحافظة حلب. ولم يرد المرصد في تقريره تفاصيل عن حصيلة الضربات، غير أنه بين أن 3 من المستشفيات المستهدفة توجد في مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة. أما في منبش فأكد متحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لم يرد حتى الآن على عرض بانسحاب مسلحيه بأمان من المدينة. وأضاف المتحدث أن اشتباكات تجري بين الطرفين بعد انقضاء المهلة، وطرح التحالف المدعوم من واشنطن مبادرة تقضي بمنح مسلحي التنظيم مهلة للخروج قدرها 48 ساعة. وحقق التحالف الذي يضم مقاتلين عربا وأكرادا تقدما سريعا وطوق مدينة منبج التي تعد معبرا رئيسيا للإمدادات في انتظار بسط النفوذ كاملا. هذا وأكد المبعوث الأمريكي لهذا التحالف بريت ماجورك أن هذا التنظيم في سوريا والعراق لم يعد يسيطر على أراض شاسعة، وأضاف أن استراتيجية التعاطي معه للفترة المقبلة ترتكز على إشراك السكان المحليين في محاربته لتحقيق نتائج موصوفة بالقوية. في تركيا أعلنت السلطات أنها تعتزم حل الحرس الرئاسي بتهمة الانخراط في محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن من جهته أن عدد الموقوفين بلغ قرابة 13,000 موقوف إلى حد الآن. ما زالت ردود فعل الحكومة التركية متواصلة، فبعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت الآلاف من مختلف الرتب العسكرية واحتجاز وفصل الآلاف من القضاة وممثلي الادعاء والموظفين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، أعلنت حكومة أردوغان أنها تعتزم حل الحرس الرئاسي بعد اعتقال قرابة 300 من أفراده بتهمة الانخراط في محاولة الانقلاب الأسبوع الفارط. قرار برره رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأنه لا حاجة لتركيا لهذه القوة التي يبلغ عدد أفرادها قرابة 2500 عسكرية، معلنا عن نية السلطات نقل المعسكرات إلى خارج المدن لمنع أي تهديد للمواطنين. كما شملت حملة الاعتقالات مساعدا كبيرا لفتح الله جولان المتهم الرئيسي بالانقلاب، ليبلغ عدد الموقوفين وفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 13,000 موقوف، من بينهم أكثر من 8,000 عسكري وأكثر من 2,000 من القضاة ومدعي عام وقرابة 1,500 شرطي.
كما أعلن أردوغان عن إغلاق أكثر من 900 مدرسة و15 جامعة وأكثر من 1100 جمعية وعدد من المؤسسات الأخرى، وذلك في إطار اجتثاث ما وصفه بمنظمة الكيان الموازي من تركيا في إشارة إلى أنصار خصمه فتح الله جولن المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي جنوب ألمانيا أعلنت الشرطة الألمانية أن طالب لجوء سوري هجم مجموعة أشخاص بساطور في مدينة رويتلينغن الألمانية فتسبب في مقتل شخص وجرح اثنين آخرين قبل أن يتم اعتقاله. وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن طالب اللجوء هذا شارك في حوادث عنف سابقة أدت إلى وقوع إصابات. تصدرت مناقشة تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اجتماع دول مجموعة العشرين الذي تحتضنه مدينة شينغدو الصينية. أبرز ما ورد في هذا الاجتماع نتعرف عليه في هذا التقرير التالي. حذر وزراء مالية مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم بمدينة تشينغدو الصينية مما وصفوه بالضبابية التي تميز المشهد الاقتصادي العالمي بعد أن اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشهد قد تكون تبعاته سلبية على الاقتصاد العالمي خاصة إذا أخذت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منحا صداميا حسب تعبير أحد المسؤولين الأمريكيين. ورغم هذه التحذيرات تضمن البيان الختامي نظرة تفاؤلية، إذ أكد المجتمعون أن دول الاتحاد الأوروبي في موقع جيد للتصدي وبصورة فعالة لأي تبعات اقتصادية ومالية لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان ذكر في ندوة صحفية عقب اجتماع كبار المسؤولين الماليين أن المجتمعين قد اتفقوا على ضرورة بدء المحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن لرسم آفاق أكثر وضوحا ولتفادي الهزات الاقتصادية والمالية. قمة دول العشرين ناقشت أيضا موضوعات عدتها من أخطر العوامل التي بإمكانها تشكيل خطرا على الاقتصاد العالمي، منها تباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني اقتصادات العالم والهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض دول المجموعة في الفترة الأخيرة، علاوة على محاولة الانقلاب العسكري في تركيا والتي هزت أسواق المال العالمية. في أخبار الرياضة، تعادل الترجي الرياضي التونسي مع ضيفي هجر السعودي في المواجهة التحضيرية الودية التي جمعتهما عشية أمس والتي كانت مناسبة لتكريم القائد السابق لترجي العاصمة إثر مسيرة حافلة امتدت لأربع سنوات مع فريق باب السويقة. احتضن ملعب الشاد لزويد عشية أمس المواجهة الودية التحضيرية التي جمعت الترجي الرياضي التونسي بضيفه هجر السعودي، مواجهة انتهت بالتعادل بهدف من الجانبين وسط حضور جماهيري مكثف تزامن مع تكريم خاص في فترة ما بين الشوطين للقائد السابق لترجي العاصمة حسين الراقد الذي وضع حدا لمسيرة متميزة امتدت لأربع سنوات مع فريق باب سويقة توج خلالها بلقب البطولة في مناسبتين قبل أن تتعثر المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الفريق، غير أن إدارة النادي خيرت أن يكون رحيل الراقد من الباب الكبير. Je voudrais clarifier quelque chose. Il n'y a jamais eu un problème entre Hussein et l'Espérance par rapport à l'argent. أود أن أوضح شيئا، لم تكن لدي أي خلافات مالية مع الترجي، وهنا أفند كل ما قيل بخصوص شروطي لتجديد العقد. ومع اتساع الخيارات بالنسبة للإطار الفني للفريق وارتفاع سقف الطموحات التي كنت طرفا فيها، خيرت في وقت ما أن أسلم المشعل لمن يستحق حتى تستمر المسيرة ناجحة. قدمت الكثير للترجي، لكن في وقت ما لابد من مراجعة عديد الأمور، إذا خيرت الرحيل طوعا وسأحتفظ بحبي للترجي سأكون له عونا ما تقتضي ضرورة ذلك. d'aller voir un peu ailleurs mais quoi qu'il arrive je resterai toujours espérantiste dans mon cœur et j'aiderai toujours l'espérance. حسين الراقد البالغ من العمر 33 عاما كان قد التحق بحديقة الرياضة باب منذ أربع سنوات بعقد لسنتين قبل أن يجدد لموسمين إضافيين، قررت بعدها إدارة الترجي منحه موسمين آخرين. ولعب حسين الراقد قبل ذلك لفائدة كل من باريس سان جيرمان وإيستر وغانغون، ثم انتقل إلى الاحتراف في الدوري البلجيكي قبل تعزيز صفوف سلافيا براغ التشيكي، ثم خاض تجربة احترافية مع كارابوك التركي.
وفي كرة القدم العالمية، استهل لاستر سيتي بطل أنجلترا مشاركته في بطولة الكأس الدولي للأبطال بالفوز على سلتيك الأسكتلندي، فيما تغلب أمباكت مونريال على فيلادلفيا ضمن منافسات الدوري الأمريكي. استهل ليستر سيتي الإنجليزي بطل البريمير ليج مشواره بالكأس الدولية للأبطال في كرة القدم بالفوز على سيلتيك غلاسكو بطل اسكتلندا بركلات الترجيح 6-5 إثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي على نتيجة تعادل بهدف من الجانبين. النجم الجزائري لبطل إنجلترا رياض محرز كان قد منح السبق لفريق ليستر منذ دقيقة 49 قبل أن يدرك أوكونيل التعادل لسيلتيك في الدقيقة 57. ويلاقي ليستر سيتي في المواجهة القادمة بطل فرنسا باريس سان جيرمان في 31 من هذا الشهر قبل مواجهة برشلونة الإسبانية في 3 أوت القادمة، فيما يلاقي سيلتيك نادي برشلونة نهاية الشهر الحالي قبل مواجهة إنتر ميلانو الإيطالية في 2 أوت المقبل. ولا كأس السوبر البلجيكية، حيث توج كلوب بروج باللقب إثر فوزه بهدفين مقابل هدف على ضيف ستاندرد ليج لينتزع المركز الأول إثر اكتفائه بمركز الوصافة في النسخة الماضية أمام جانت، غير أن بروج توفق العام الحالي في إحراز اللقب بعد أن قلب تأخره بهدف إيفان سانتيني إلى انتصار بفضل ثنائية كل من الكولومبي خوزي إسكيرو في الدقيقة 51 والهولندي هود فورمر في الدقيقة 62. وضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز، حقق أمباكت مونريال فوزا ساحقا استقر على خماسية مقابل هدف أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون لحساب مباريات المجموعة الشرقية. وفرض النجم السابق لمنتخب الكوت ديفوار ديدي دروغبا نفسه نجما للمباراة بإحرازه ثلاثية كاملة. وتكفل زميلاه الأرجنتيني إغناسيو بياتي والإيطالي ماتيو مانكوزو بإحراز هدفين آخرين، فيما حقق كريس بونتيوس الهدف الوحيد لفيلادلفيا يونيون في الدقيقة 72. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الحكومة يقول في حوار صحفي إنه متمسك بالخروج من الحكومة عبر قبة البرلمان، وثلاثون من جويليا جلسة عامة. تكلفة الحج لهذه السنة تقدر ب 9000 دينار، ووزير الشؤون الدينية يؤكد أن الوزارة سعت لتخفيضه إلى هذا السعر بعد إلغاء عدة رسوم أخرى. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرين انتحاريين بأفغانستان إلى 80 قتيلا وما يزيد عن 230 جريحا، وروسيا والولايات المتحدة تعرضان المساعدة. كما نذكر مشاهدينا أن 325 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.